جون-ميشيل كافالي ذكر هذه المباراة الثانية الودية تحت قيادة الفرنسي جون-ميشيل كافالي. الأولى كانت جرت بملعب 5 جويلية أمام السودان، فاز بها المنتخب الجزائري بهدف 5-0. و حذاري أظن راح يصوب أونسوي، ولكن يتباطأ وتسترجع الكرة صاحب المنتخب الجزائري عن طريق بحاج، ثم الكرة تسلل في عمق يعني 6 مرات من مد لها. يقول المنتخب الجزائري كان فاز على السودان في مباراته الودية الأولى، ولكن باللاعبين الهواة اللاعبين الذين ينشطون بالبطولة الوطنية. كرة على الجهة اليمنى لمودونغا، لسيكادي ما يلحقش عليها، يتفوق عليه نادر الحاج، منصوري، عرفات مزور يخطئ، قوية بعد خطأ من في التمرير من عرفات مزور، كوزا دانيال يقدم ويصوب هاي الكرة الخايعة من مزور. كوزان كان في المكان المناسب بين ميري وبيمنا، ولكن كورتو كانت عالية على طار مرمى المنتخب الجزائري والحارس جاور أمطار غزيرة ليكسون بروفانس. بوتابوت يضيع كرة، لا موبامبا يبقى يلعب، ورقم 6 اذا اسيمو تيري هو اللي يترك مكانه لجيسيكا دي الان. عدالي من كوزا مرة اخرى، منتخب الجابوني خطير وخطأ، خطأ من نيري. طبعا كان قالوا الحل الوحيد القيام بخطأ، حديث بين عنتر يحيى وكريم زياني، ومال ما يقومش بدوره كما ينبغي. وسط ميدان المنتخب الجزائري ومخالفة لصالح المنتخب الجابوني على بعد 25 متر جهة اليسرى قليلا للحارس جواوي الوناس حارس مرمى شبيبة القبائل. نحن نلعب بالدقيقة 20 من الشوط الثاني، هذا دائما 0-0 في هذه المباراة الودية الجزائر الجابون، وفي الحوار الرابع بين المنتخبين. مولونغي إريك تصويبة وهدف، وهدف التصويبة كانت من مولونغي إريك يخادع الحارس، ولكن الكرة كان ضربت أحد اللاعبين في من جدار المنتخب الجزائري وتغير الاتجاه وتغالط وتخادع الحارس جواوي، أصبح النتيجة هدف مقابل 0. الكرة ضربت في أقدام اللاعب عنتر يحيى. ليس له أي مسؤولية الحارس جواوي، كرة في جهة وهو في جهة. هدف مقابل 0 لصالح الجابون أمام الجزائر. حيرة لدى جون-ميشيل كافالي. انطلاقة أخرى لصالح المنتخب الجابوني. كوزان يغير تماما الجهة اليسرى. هنا يوجد موبامبا. أحسن المنتخب الجابوني منذ دقائق. فرصة أخرى وهدف ثاني. في دقيقة واحدة هدفان لصالح الجابون أمام المنتخب الجزائري، انهار تماما في دقيقة واحدة ودقيقتين بعد تسجيل هدف أول في الدقيقة 20. سجل هدف الثاني في الدقيقة 21 الأول عن طريق رقم 17 مولونغي ورقم 10 جيسيكادي. الكل كان غائبا بالإضافة لجاوز 10 جيسيكادي في الدقيقة 21 من الشوط الثاني، 20 مولونغي عن طريق
كرة ثابتة ومخالفة، خروج دهام نور الدين، دخول رفيق جابور لاعب أستريتوس اليوناني على الصورة. من 20 سنة هذا اللاعب